أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا في نصف ساعة، التي نستضيف فيها الأخ باه المد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كينيا. نناقش معه حصانة موقف كينيا ودعمها القضية الوطنية. ما الذي يشكله قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير بشأن النزاع بين مملكة المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؟ وما هي تداعيات تنكر الرباط له؟ هل تحول السفير المغربي في نيروبي إلى بوقي دعاية كاذبة وأداة للتشويش على أداء العمل الدبلوماسي الصحراوي؟ وما هي انعكاسات تصريحاته المضللة عن نائب الرئيس الكيني ويليام روتو؟ أسئلة وغيرها نطرحها مشاهدي الكرام على ضيفنا الأخ باه المد سفير الجمهورية العربية الصحراوية في كينيا في برنامجنا الأسبوعي في نصف ساعة. لإبداء آرائكم أو طرح أسئلتكم، المرجو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مراسلتنا على بريدنا الإلكتروني equipemedia2020@gmail.com. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وقبل أن نبدأ اللقاء نذكر باستمرار مقاومة عائلة أهل خية في بوجدور وصمودها في مواجهة الاحتلال لتمسي مدرسة نضال فريدة مبدعة صلبة تماما تنير الطريق لأبناء شعبها الرازح تحت نير احتلال أرعن عديم القيم والأخلاق. تنضم إلى عائلة الخية من بوجدور المناضلة زيناب بابي التي تعرضت هي الأخرى للتعنيف وأشكال حقيرة من المضايقات كرش منزلها بمخلفات الصرف الصحي، لكنها تصر على تحدي الاحتلال كما ترون. شب علينا نهار ونهار تقول علني لا اخشاها ولا اني عالمه بوجودها ولا عندي فيها غرض بيها نلاقي امي يعني بالبدايه يعني بتخلي عني ما علني ما سالنها لا تهيني تملن والله 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 يكون قال الناس يزيدوا الطين الماء يا شي تنحت والله ماني خايفه والله ماني والله يا بني نزيد والله يا بني نزيد والله لا عرفت علمني اظهري عدلت عمل عقار خلاقات كنت كاع ماني قايل علني عدلت شي غير راني عدلت يجبعوا عليا من هون وتوقفوا من هون ويقول لي خاصوني شفاو فيا لك ما مخسر عليا وال الموت ما قاضتهم قيضنا شويه من وساخ هما. ومن الداخل المحتلة ينضم إلى قائمة المستجيبين لدعوات رفع العلم الوطني فوق المنازل محمد منولو. الصورة التالية تظهر منولو خارجا يلوح بعلم الجمهورية الصحراوية ويردد شعارات سياسية. وهنا في منزله يرفع العلم الوطني الصحراوي خفاقا في أسلوب من التحدي الواضح ضد الاحتلال. وفي مدينة السمارة قام النشط وعضو مكتب الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال حمادي النصيري بربط نفسه بشاحنة تابعة للأمم المتحدة ورفع يافطة وصل عليها علم الأمم المتحدة وصورا لأيقونة النضال سلطان سيد إبراهيم خية. انتقد الناصر الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم الاستفتاء لتخاذلهما ونكث عهدهما للشعب الصحراوي، كما ينتقد صمتهما الغريب عن انتهاكات المغرب لحقوق شعبنا المقاوم. عم سلطان الحصان مفتوح فك الحصار عن سلطان خيه. ما هو دور المتحدين في هذه المنطقه؟ احنا باعتبارنا كمناضلين نند هذا الحصار لانه الامم المتحده لم تتحمل مسؤوليتها في حمايه المدنيين الصحراويين. هذه المناسبه اشيد كل الجماهير الصحراويه ادعو التضامن مع سلطان خيا ومن اجل فك الحصار.
الحصار عنه، ونحن هنا إلى غاية تحقيق هذا المطلب. تالي الأمم المتحدة كيف يعقل أنها تتنقل إلى القرقرات من أجل فك اعتصام مدنيين صحراويين، بينما سلطانة خية تتواجد بالقرب منهم ولم تحرك ساكنا. بكل تأكيد صور أخرى للمناضلة السلطانة سيد إبراهيم خية وشقيقتها والواعرة سيد إبراهيم خية، وهما يبتهجان إضافة إلى عدد من المناضلات والمناضلين أعلام الجمهورية الصحراوية، وفي قمة التحدي لكل آلة القمع المغربية الجبانة. يا صحراوي لا تمل، الاستقلال هو الحل. يا صحراوي لا تمل، مشهد الاستقلال هو الحل. عاشت الجبل متميز خاص يحفز كل المناضلات والمناضلين، وبكل تأكيد أن سلطانة كايقونة والعائلة عائلة السيد إبراهيم خية باتت نموذج، ولربما ستكون شرارة لفعل نضالي سينطلق في كل مدن الصحراء الغربية المحتلة. القسم التحرير يعني يخبرني بكل تأكيد أنه يتوصل بالعديد من الصور والفيديوهات التي تؤكد انضمام العديد من المناضلات والمناضلين في تحد واضح ضد قوات الاحتلال المغربي. هذه الصور يعني التي تعبر عن قمة التحدي وعن الانتصار الذي تحققه هذه العائلة المناضلة بالرغم من ضعف إمكاناتها وتحديها لآلة قمعية تستغل كل الإمكانات من أجل إرهاب وتخويف وقمع. أذكر بأن السلطانة خية تعرضت لمحاولة قتل قبل شهر، وكذلك شقيقتها الوعرة خية ووالدتها كذلك. فتحية خالصة بهذه المناسبة إلى هذه العائلة الأيقونة في الفعل النضالي. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وقبل أن نبدأ اللقاء نذكر بأننا نستضيف الأخ أبواه المد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في نيروبي. ولد ضيفنا في ميجيك بالصحراء الغربية، حصل على الإجازة في القانون، ماجستير في القانون الدستوري، دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، عمل وكيلا للجمهورية وأستاذا للقانون بالمدرسة الوطنية للإدارة، ومستشارا قانونيا للمجلس الوطني الصحراوي، وعضو مكتب التنفيذي لاتحاد العمال، ورئيس جمعية الطلبة الصحراويين بإسبانيا، وبعدها مستشارا بالبعثة الصحراوية بأديس أبيبا، وحاليا سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الصحراوية لدى كينيا منذ العام 2014. اسمكم مشاهدي الكرام، مرحب بالأخ باه المد. بكل تأكيد الجميع يود معرفة تفاصيل تبرؤ نائب الرئيس الكيني ويليام روتو من تصريحات كاذبة وملفقة نقلها عنه سفير المغرب في نيروبي ودعوته وزارة الخارجية إلى التدخل لتصحيح ما روج حول القضية. هل هي بداية لأزمة بين الرباط ونيروبي يا سيد السفير؟ بداية السلام عليكم ورمضان كريم مبارك لكم ولكل متتبعيكم. في البداية أشكركم على الاستضافة، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيف الظل في حلقتكم هذه، وأن أجيب كذلك عن مجموع المشاغل والأسئلة التي قد تعرضون لها خلال هذه الحلقة. أولا يسعدني أن أشيد بفريق إيكيب ميديا، هذا الصوت الصادح والمدافع عن القضية الوطنية الصحراوية، والمنبر الذي عودنا على نشر آخر مستجداتها من خلال مواد إعلامية أشبه ما أسميه بالإعلام المناضل. اسمح لي كذلك أن
أقول بأنه ما عرضتم في البداية من صور النضال والصمود وتحدي الغزاة من قبل هؤلاء المناضلين والمناضلات هو في الحقيقة يفحم ويخرس، في الحقيقة يخجل أي مناضل أو أي صحراوي غيور على حرية أرضه واستقلاله. هذه المشاهد في الحقيقة التي أفتقر إلى الكلمات التي يمكن أن تصف شجاعة وبسالة هؤلاء المناضلين والمناضلات في تحدي يختزل كل الشعارات، كل الشعارات التي جاءت بها انتفاضة الاستقلال، وكل حتى شعارات الثورة الصحراوية اختزالها في العلم الوطني ليرتفع خفاقا متحديا لجندي وعساكر وأجهزة قمع الاحتلال المغربي في الأرض الصحراوية المغتصبة، إنما هو تأكيد، تأكيد وخلاصة لهذا الفعل النضالي الذي في مجمله إنما يهدف إلى تأكيد أن الدولة الصحراوية المستقلة، أن الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل، ولا مناص من وجود دولة صحراوية أبى القزاة أم كرهوا. وبالتالي في الحقيقة يخجلني أن يعني أن أقدم عرضا بعد هذه المشاهد التي رأيتها بأم عيني في هذه اللحظات في الحقيقة. وعودة إلى سؤالكم الذي ربما أحتاج منكم لو تفضلتم أن تعيدوه. أكيد أكيد سيد السفير، قلت يعني في البداية أنه الجميع يود معرفة تفاصيل تبرؤ نائب الرئيس الكيني سيد ويليام روتو، يعني من تصريحات كاذبة وملفقة نقلها عنه وزير، عفوا، سفير مملكة المغرب في كينيا، ودعوته يعني وزارة الخارجية للتدخل لتصحيح ما روج حول هذه القضية. هل هي بداية لأزمة بين الرباط ونيروبي في وجهة نظركم؟ نحن في تقديرنا على أن هذه أو ما أقدم عليه سفير المملكة المغربية في نيروبي من تلفيق مجموعة من التصريحات التي تفاوتت في الحقيقة في خطورتها وحدتها بأن تجاوزت حتى حدود اللياقة الدبلوماسية المطلوبة، تعدتها ليس فقط إلى نسب هذه التصريحات المغلوطة لنائب الرئيس، بل كذلك استغلت في منابر مغربية أخرى لنعت أجهزة حكومية كينية بأنها لمصالح خاصة تواصل الدفاع عن قضية الصحراء الغربية. ولكن في الخلاصة يعني نحن في تقديرنا هذه محاولة يائسة. هذا أولا سفير ملك الاحتلال أو ممثل ملك الاحتلال ليست هذه المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل هذه الحمقات، أحيانا مدفوع يعني أولا كونه مبتدئ في الحقيقة على عالم الدبلوماسية. نتذكر جيدا في العام 2016 عندما أقدم على إنزال علم الجمهورية الصحراوية من مبنى من المباني الرسمية الكينية، وكاد على إثرها أن يدفع الثمن غاليا. ما علينا، هذه محاولة يائسة وفي الحقيقة تنم عن سلوك يعني فظ دبلوماسيا يوصف بهذا الشكل. نحن من جانبنا أبدينا اعتراضنا أو على الأقل استفسارنا لما يمكن أن عن أو سؤالنا عن جدية هذه التصريحات، مع إدراكنا أنه نائب الرئيس الكيني في
على الأقل في منظومة الحكم الكينية هو بعيد عن مجال العلاقات الدولية في هذا البلد. ولكن كما يقال أنه كل إناء بما فيه يفرح. سفير دولة الاحتلال بعد أن تقطعت به السبل محاولا في أكثر من مرة أن يثني كينيا عن الإقدام على ترأس جلسة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، هذه الجلسة في الحقيقة التي تأتي تنفيذا يعني الفقرة الخامسة عشر من قرار قمة الاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق، والتي طالبت يعني في مخرجاتها بأن يتم عقد جلسة لمجلس السلم الأمن التابع للاتحاد الإفريقي يتناول الأوضاع الراهنة في الصحراء الغربية عقب خرق وقف إطلاق النار من قبل دولة الاحتلال، والوضع الذي تشكل مباشرة بعد 13 من نوفمبر، وهو ما تم بالفعل. يعني تم عقد الجلسة، وطالعنا جميعا البيان الذي شديد اللهجة والذي يدين الاحتلال ويدين ما أقدمت عليه قوات الغزو المغربية، وكذلك يطلب بالتعجيل بمسألة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام من بين جملة أمور أخرى، يطلب كذلك إفادة بعث التقصي حقائق إلى المنطقة، ويطالب بعودة المراقبين الأمميين الأفارقة يعني من مكون بعثة السلام في الصحراء الغربية لمينورسو، المكون الإفريقي يطالب كذلك بعودته، يطالب كذلك بتفعيل آلية الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو. وبالتالي وكأنها عودة جديدة للقضية الصحراوية. أولاً الاتحاد الإفريقي من خلال هذا القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إنما يعطي الطابع الحقيقي أو يعيد رسم مفهوم قضية الصحراء الغربية من منظور إفريقي، منطلقاً أو مسترشداً في ذلك من مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. ولكن عودة إلى هذه التصريحات التي صدرت عن أو المنسوبة لنائب الرئيس الكيني، والتي حاول السفير ملك الاحتلال الترويج لها بأنها انتصار، متناسيا بأننا ما زلنا يعني نحظى بحاضر طويل يعني حتى لغاية نهاية 2022. هذه لم يبخل سفير دولة الاحتلال في لقاءاته مع بعض الأشخاص المحسوبين على المعارضة وبعض الحكام من خلال بعض الوعود أو باستعمال الوسائل المغربية المعهودة، اتصال ببعض حكام المقاطعات وقطع الوعود بتمويل الحملات الانتخابية وما إلى ذلك. في النهاية سفير دولة الاحتلال نتيجة لهذا الضغط بأن يصدر هذا القرار، أولاً الدعوة لعقد الاجتماع صدرت من كينيا العضو الذي كان يترأس بشكل دوري المجلس، مجلس الأمن السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. ضف إلى ذلك كذلك القرار وصيغته ولغته كذلك التي لم تلقى ترحيباً من دولة الاحتلال ولا من بعض حلفائه. يعني تحت هذا الضغط كان لزاماً عليه أن يتحرك، ولكنه تحرك بشكل مفضوح كاد أن يودي به إذا ما تفحصنا لقطة الرسالة التي رد بها نائب الرئيس الكيني لوزارة خارجيته، التي استفسرت عن يعني عن مدى يعني صدقية هذه
هذه التصريحات وما إذا كانت بالفعل صدرت عن نائب رئيس كينيا. الجواب وهو ما طلعتنا عليه الصحف الكينية التي قالت بأنها قد يعني حصلت على نسخة من هذه الرسالة. هذه الرسالة الجوابية التي تنفي قطعا كل ما نسب إلى نائب الرئيس ويليام روتو. ويليام روتو. وفضلا عن ذلك يعني ما يؤكد بأن نائب الرئيس أراد أن يتبرأ ولكن بشكل يعني يضمن له ما يعني اللياقة التي تتناسب وموقعه في الحقيقة في الحكومة، بأن طلب يعني تجاوز مسألة نفي هذه التصريحات ورفضها إلى أن يطلب كذلك من حكومة بلده أن يطلب منها إعمال ما يتطلبه البروتوكول الدبلوماسي المعمول به لمواجهة هذه الحالات. وبالتالي هذه لغة يعني في الدبلوماسية تتفاوت أحيانا من أقصاها بأن يعلن بأن السفير شخص غير مرغوب فيه إلى أدناها من التنبيه كذلك والإنذار، ولكن هي في النهاية تضاف إلى تاريخ الدبلوماسي غير الموفق لممثل دولة الاحتلال في جمهورية كينيا. نعم، في بين يعني الأخوة في الفريق التقني يعني يظهروا لنا صفحة الستار التي نفت وكشفت يعني عن السياق الذي يحكم الرد السيد ويليام روتو. طيب، الاختراق والانتصارات الوهمية اللي نقلها السفير المغربي عبر قناة ميديا وكالة المخزن للأنباء ماب لجنس المغرب عرب، هي انعكاس لتخبط وإفلاس نظام الاحتلال أم أننا أمام هواة في العمل الدبلوماسي؟ أجبتم حقيقة على سؤالنا من قبل. طيب، نقل قبل سنوات كذلك عن وزيرة خارجية كينيا السابقة السيدة أمينة محمد أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة سيدة ولها كامل الحق في المشاركة في نشاطات الاتحاد الأفريقي، وبأن قرار هذا الأخير قرار مبدئي وغير قابل للتفاوض، ما جعل المغرب ومن خلفه يصنفون كينيا بالداعم والحاضن للجمهورية الصحراوية. ما الذي تغير منذ ذلك الوقت إلى الآن سيد السفير؟ وفي الحقيقة الموقف الكيني في يعني في في تنامي يعني ودعم للقضية الصحراوية، ولكن حتى في تعامل الحكومة الكينية مع البعثة الصحراوية يأتي أولا بالنسبة للبلدان التي تحترم أنفسها، هذا القرار أو هذا السلوك إنما هو تصرف أو هو تنفيذ لمقتضيات قرارات الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الإفريقي الذي أجمع على حق كل البلدان المشكلة للاتحاد الإفريقي، هذا حتى قبل وجود يعني قبل انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، بضرورة أن تحظى كل دول الاتحاد الإفريقي بالحق في المشاركة في كل النشاطات وكل الاجتماعات التي يدعى لها الاتحاد الإفريقي دولا أو مجموعة. ولكن بالفعل يعني تتفاوت الدول يعني في تعاطيها في يعني في تعاطيها وصيغ تطبيقها لهذا القرار. كينيا شأنها شأن الدول التي تحترم نفسها في هذه المسألة، قرارها واضح، وبالتالي بل تتعدى ذلك إلى أنه هذه الدولة سيدة ولا الحق لأي كان أن يملي قرارات على دول سيدة. من ذا الذي يعني بإمكانه اليوم أن يأتي أو يتقدم إلى بلد ذو سيادة يستضيف قمة من قمم الاتحاد الإفريقي أو قمة من قمم الشراكات في الاتحاد الإفريقي ويبدأ بإملاء شروطه؟ أذعن المغرب لذلك في عديد المناسبات التي احتضنتها دولة كينيا، ربما يعني حاول يعني ما تعود عليه في بعض دول غرب إفريقيا التي تناصر المغرب، ليس بشكل يعني ليس بشكل يعني إنما
أحيانا تقع تحت الضغط وتبدي بعض التحفظات، ولكن يعني نعلم يعني الطريقة التي عادة ما تلجأ إليها المملكة المغربية من أجل الضغط على هذه البلدان. أراد تطبيق نفس السيناريو ربما في كينيا، ولكنه أشبه بمن يحتمي بالرمضاء من النار، ويعني فشلا ذريعا في التأثير على موقف هذا البلد. وعودة كذلك ليست فقط يعني وزيرة الخارجية السابقة، يعني حتى في السيدة التي تلتها في المنصب كانت دائما في المسائل السيادية، وهذا مبدأ يعني متعارف، ولكن من المخجل أحيانا حتى تناول بعض الأخطاء أو بعض الهفوات التي يرتكبها سفراء ملك الاحتلال في هذه الدول الإفريقية وفي غيرها. سلوك حتى يعني أحيانا يوصف بالرعونة الدبلوماسية، وأحيانا أخطاء يعني كارثية، وهي التي غالبا ما يعني رجعت عليه بالفشل. رأينا زيارات ملك الاحتلال التي زار بها دول شرق إفريقيا من أجل ما يسميه أشبه بالاختراع، بمعنى أن وجد في منطقة شرق إفريقيا حضورا للقضية الصحراوية. حاول ملك الاحتلال من خلال مجموعة من الزيارات الفلكلورية التي ركزت في الغالب على سياحة شخصية لملك الاحتلال أكثر مما هي لتأكيد مواقف، بالإضافة كذلك إلى إبرام اتفاقيات. لا زالت هذه الدول إلى يومنا هذا يعني منذ 3 سنوات وهي تترقب يعني تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، وبالتالي كشف هذا زيف الدعاية المغربية، وكذلك أسلوبها القديم الذي لم يعد يصلح لهذا الزمان. هناك من يصنف سيد سفير يعني القارة الإفريقية في يعني منطقة أنجلو ساكسون أو منطقة يعني التابعة أو مستعمرات إنجليزية سابقة، وهناك منطقة فرانكوفون أو منطقة فرانكوفونية يعني خاضعة للسيطرة الفرنسية، بالتالي يعني يقزمون حقيقة من دور المملكة المغربية، أن المملكة المغربية لا تستطيع لا بإمكاناتها ولا حتى دولة يعني تقع في هذه الأزمة الاقتصادية الحالية، اشتد خناق بها كبير جدا. لكن في ذات الوقت يعني الحديث على الضغط الفرنسي على النفوذ الفرنسي، وبأنه فرنسا تقف حقيقة وراء الدعم المغربي حتى في هذه المنطقة الفرنكوفونية، هل فقد الأمل حقيقة المغرب بعد الزيارات التي تحدثتم عنها يعني إلى شرق إفريقيا وإلى الإفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية نهائيا، أي لم يعد يعني يجد ربما منفذا لدعمه ولدعم احتلاله، أو على الأقل تقدير لتحييده كما كانت الغاية أثناء دخوله إلى أو يعني انضمامه للاتحاد الأفريقي خلينا نقول سنة 2017؟ هو في الحقيقة هناك يعني لو تأملنا أو يعني بالعودة إلى الوراء في سعي المغرب للانضمام للاتحاد الأفريقي، وسعي كذلك لتحييد إن لم يستطع يعني في أن يجر إلى صفه بعض الدول خاصة في الأنجلو ساكسونية، على الأقل يحاول تحييدها مثلا يعني أن تتخذ مواقف ليست يعني بالجسامة ضد موقف المملكة المغربية، ولكنها بالمقابل ليست كذلك داعمة للقضية الصحراوية. هذا المسعى جاء أو مرده أصلا إلى تنامي دور الاتحاد الإفريقي، تنامي دور الاتحاد الإفريقي وحضورك شريك كذلك في العملية السياسية أو عمليات السلم والأمن التي ترعاها الأمم المتحدة، على اعتبار أنه 80% من النزاعات التي المجدولة لدى الأمم المتحدة هي نزاعات في القارة الإفريقية. هذا الحضور
إفريقي وإرادة إفريقيا في افتكاك الحلول الإفريقية لكل نزاعاتها هو الذي أوعزت من خلاله فرنسا للمغرب بأن يدخل صاغرا إلى الاتحاد الإفريقي وأن يصادق في برلمان الملك المغربي على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي في صفحته الأولى اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأن الميثاق يبدأ بنحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وتبدأ القائمة اسم الرئيس واسم البلد. هذا كان على المغرب أن يبتلع كبرياءه في هذه اللحظة نتيجة لإعاز فرنسي، بمعنى أنه تنامي هذا الدور الإفريقي والضغط الذي أصبحت تجابهه فرنسا في مجلس الأمن من خلال أولا الاجتماعات الثنائية ما بين مجلس السلم الأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس السلم الأمن الدولي. إذن والقضية الصحراوية كذلك كانت على لسان حتى المجموعة الإفريقية الممثلة في مجلس الأمن، بالإضافة كذلك إلى التقارير الدورية التي تصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها. هذه كلها هي التي خلصت فرنسا إلى أن تعز للمغرب بأن يعود، رغم كل يعني ما روج له المغرب قبل ذلك من كبرياء ومن عدم انتمائه للقارة الإفريقية بمحاولته مرة أن يكون أوروبيا أكثر من الأوروبيين باعتماد أو باعتبار نفسه شرطي للقارة الأوروبية. إذا هذا هو في الحقيقة المغرب لم ينفذ في الحقيقة إرادة ولا طموح مغربي، إنما نفذ إعازا فرنسيا. هذا ينعكس أو يمكن أن نراه بوضوح في التخبط الذي ظهر بعد ذلك في المؤسسات المغربية نفسها، وكأنها كانت مغيبة كليا، لا ما يسمى بالأحزاب السياسية العتيدة في المملكة المغربية، ولا حتى في برلمانه، ولا مؤسساته الدستورية، ولا حتى في صحافته. كان هناك ارتباك لأنه وكأنه القرار اتخذ على عجل، ولكن هو في الحقيقة إنما جاء تنفيذا لإعازة من فرنسا. عودة إلى بالنسبة للدول الأنجلوساكسونية، المغرب لم يجد على الأقل ربما ذلك السلوك الذي تعود على ممارسته في غرب إفريقيا، في بعض في الحقيقة بعض غرب إفريقيا دول غرب إفريقيا، ليس هو نفسه، ليس نفس اللغة، وليس نفس شكل الخطاب الذي يمكن أن يمارس في الجزء الشرقي من القارة. ولكن المغرب وهذا ما أدى في الحقيقة إلى فشل سياسته، وحتى استغراب بعض دول شرق إفريقيا التي تحترم نفسها تستغرب أحياناً من الخطاب المغربي ومن محاولات يعني ما يروج له المغرب. على سبيل المثال أتذكر أنه يأتي ملك الاحتلال مثلاً إلى إحدى دول شرق إفريقيا ليضع الحجر الأساس لمسجد باسمه، يسمى الجامع الكبير. وفي الحقيقة كان بحثاً أو دولة إفريقية أخرى في شرق إفريقيا ليشتري لنفسه أحد البنوك المفلسة. يعني كلها كانت تدور حول الملك وحول شخص الملك، بل المملكة المغربية تغيب غالباً في سياسته الخارجية، لأنه لا يمتلك الحق وليست له القدرة لا في الخطاب ولا حتى في الحجة. لأنه في مسألة المحاججة أمام هذه الهيئات ليس يعني الآلة الدعائية هذه لا تشتغل، الآلة الدعائية هذه لا تشتغل، وبالتالي ما يشتغل هو القانون الدولي
ومقتضياته وتطبيقاته وبالنسبة للحق وتناوله، يعني من وجهة نظر موضوعية. وهذا هذه نقطة ضعف المملكة المغربية، وهذا ما يدفعها في الحقيقة إلى اللجوء إلى هذه الأساليب الأخرى. أكيد. طيب، كينيا ستكون انتخبت العام الماضي أعتقد في جويلية عضوا في مجلس الأمن الدولي. ما الذي يمكن أن تقوم به كينيا انطلاقا يعني من تلك المواقف، ونحن نتحدث عن يعني دولة كينياتا التي كانت حاضرة في دعم البان أفريكانيزم أو يعني القومية الأفريقية والأفريقانية في مناصرة القضية الوطنية في العام 2021 و2022؟ هو بالفعل يعني هناك يعني نحن نتوخى يعني من كينيا شأنها شأن كل حلفائنا وكل المدافعين عن القضية الصحراوية عندما يتولون منصب يعني غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ولكن هناك مجموعة من الأدوار، يعني الأدوار التقليدية التي تمارسها هذه البلدان عندما تتولى منصب غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ولكن تتفاوت البلدان في الحقيقة يعني في دفاعها، ويعني دفاعها عن القضايا التي تؤمن بها. كينيا جاهرت بدعمها للقضية الصحراوية ليس فقط منذ يعني ما رأيناه مؤخرا في قرار مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي وعقد جلسته مثلا. كينيا هي البلد الذي قبل الحسن الثاني في العام 1981، قبل مبدأ الاستفتاء في نيروبي. ما نعرفه اليوم من عن اللائحة 104 التي بموجبها انضمت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى منظمة الاتحاد، منظمة الوحدة الإفريقية، ما هي في الحقيقة إلا يعني نسخة محدثة للائحة 103 التي تمت المصادقة عليها في كينيا. وبالتالي حتى تحت رئاسة الرئاسة الكينية لمجلس المجلس التنفيذي للاتحاد لمنظمة الوحدة الإفريقية تم قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الإفريقية. وبالتالي هناك ارتباط وثيق يعني في العلاقة ما بين الجمهورية الصحراوية وكينيا، عبرت عنه كينيا في أكثر من مناسبة عن دعمها لكفاح الشعب الصحراوي العادل وإيمانها بضرورة تمكينه من حق الحرية والاستقلال، ورفضها كذلك لنهب ثرواته، ورفضها كذلك وإدانتها لما يتعرض له الصحراويين في الأرض المحتلة من انتهاكات لحقوق الإنسان. نتوقع أن تظل كينيا على ذلك الموقف. نتطلع كذلك بأن تكون كينيا الصوت المدافع في مجلس الأمن عن القضية الصحراوية، وربما هذا القرار الأخير الذي في الاجتماع الأخير الذي دعت إليه كينيا والقرار الأخير الصادر، إنما نتمنى أن يكون كذلك يعني هو العلامة أو الماركة المسجلة للمواقف الكينية خلال العامين 2021-2022، وهما العامين اللذين تتولى فيهم كينيا عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مهم جدا الشيء. طيب، يرى البعض أن الرئيس أوهورو كينياتا يشبه والده القائد والزعيم الأفريقي جومو كينياتا، ويربطون استهدافه والتشويش على مساره بمواقفه القومية الأفريقانية. إلى أي مدى يتعارض ذلك مع توجهات الاحتلال وداعميه؟ يعني إذا كنا نقصد بأنه المغرب يعني تقف وراءه قوى هي من تدعم أو تحاول التشويش على مواقف الشرعية الدولية، وتواصل حقيقة الحفاظ على نفها. وحتى نكون أكثر دقة، يعني نحن نتهم يعني الفرنسي على سبيل المثال الذي يحاول أن يستغل ويحافظ على استغلال ثروات الأفريقية بشكل خاص. لا، هو بالفعل يعني
نحن عندما ننعت فرنسا بأنها الدولة الراعية والحامية والداعمة للاحتلال، إنما ننطلق في ذلك من شواهد تاريخية. نحن نعرف من الذي ساهم بقصف الصحراويين بن نعطالم، نعرف من الذي أعطى للاحتلال المغربي وجنوده الطائرات التي قصفت الصحراويين العسل، نعرف من الذي يمثل المملكة المغربية في يعني في احتلالها للصحراء الغربية، وفي كل يعني في كل مواقفها في أوروبا وفي إفريقيا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. فرنسا على الرغم من محاولة أن يعني أن تبدي موقفا محايدا مثلا في مسألة الصحراء الغربية، لأنها لا تستطيع أن تخفي الشمس بالغربال. هناك مواقف يعني تحسب يعني لفرنسا بأن، ونحن كذلك لا نتهم يعني لا نتهم فرنسا، يعني فرنسا جاهرت بدعمها للاحتلال ولا زالت إلى يومنا هذا هي التي تقف يعني معرقلا لكل المساعي الأممية التي أجمع المنتظم الدولي على أنها هي المخرج من الأزمة الصحراوية، الذي عطل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من خلال يعني دعمه للاحتلال المغربي في فرنسا. كل المبادرات التي قدمت على طاولة مجلس الأمن، الذي كان يقف في وجه هذه المبادرات هي فرنسا. وعليه المملكة المغربية يعني عودة إلى الرئيس الكيني الحالي، فعلا هو يعني والده هو جومو كنياتا، أحد رموز المناضلين الأفارقة والرافضين للاحتلال والاستعمار في ذلك الوقت. يحضرني كذلك أنه في العام 1975 كينيا كانت البلد الذي رفض تماما أن تحال مسألة الصحراء الغربية على محكمة العدل الدولي، وطالب بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير والاستقلال. وبالتالي لا حاجة في نظر كينيا، لا حاجة لمداولات محكمة العدل الدولية بهذا الشأن، وبالتالي لا خلاف بالنسبة لها، المسألة واضحة، هناك استعمار ويجب إنهاؤه. الذي ولكن كذلك هذا يقضيه تاريخ نضالي من حركة الماوماو، هي أشبه بال يعني هي حركة التحرير الكينية التي واجهت المستعمر البريطاني، وتعرض مناضلوها يعني الكثير من التنكيل، يعني ذاقوا الأمرين على يد المستعمر البريطاني. وبالتالي بقيت هذه الأمثلة يعني الشواهد من التاريخ شاخصة يعني في التاريخ الكيني الذي طبيعته الذي طبيعته المدافع والمناكفة عن حقوق الشعوب والدفاع عنها. وبالتالي هذا امتداد يعني امتداد طبيعي لرسالة رجل هو مؤسس يعني كينيا الحديث، واحد رموز يعني الأفرقنا. وبالتالي جومو كينياتا هو يعني عفوا أقول هورو كينياتا، يعني يشبه والده القائد والزعيم جومو كينياتا. أنتقل بك الأخ سفيري للمجال الاقتصادي. في يوليو أعتقد العام 2018 وجهت السلطات الكينية للمكتب الشريف للفوسفات المغربي تهمة إدخال شحنة ملوثة ودون المستوى، قبل أن يقدم هذا الأخير إلى تهريب إحدى سفنه من ميناء مومباسا عندما طلبت السلطات تفتيش الشحنة. الخبر نقلته العديد من وسائل الإعلام الوطنية الكينية وكذلك الدولية كدايلي نيشن وغيرها. قال حينها مدير التحقيقات الجنائية جورج كيونوتي إنه سيتابع السفينة باستخدام الانتربول للتأكد من أنها لم تقم بتفريغ الحمولة في أي مكان. وتساءل أذكر يعني هذا المسؤول الكيني، إذا كانت السفينة تحمل شحنة عادية فلماذا استدارت بعد أن دفعت 18 مليون شلن كضرائب؟
سيد سفير، هل تستورد كينيا فوسفاتا ملوثا بدماء الصحراويين؟ بالفعل بالفعل، أو هذه الحادثة في الحقيقة هي التي عرّت أو كشفت أو كشفت عن مسألة استيراد الفوسفات، استيراد أو ما في كينيا كمجتمع زراعي في الحقيقة، كمجتمع زراعي وكبلد يعني في منطقة استوائية، يعتمد في اقتصاده على الزرع. وبالتحديد يعني يعتمد في استيراده على المخصبات التي تستخرج من مادة الفوسفات. الواقعة في الحقيقة تناولتها كل الصحف الكينية وحتى الإعلام الكيني والأجهزة الأمنية الكينية بعد أن أقدمت على أو رصدت بأنه عينات الفوسفات أو المخصبات المستوردة لا تتوافق مع المواصفات العالمية التي المعمول بها، وبالتالي أنتج بدرجة جودة يعني منخفضة، بل بالعكس وصفه مكتب يعني مراقبة الجودة الكيني بأنه بإمكانه أن يودي إلى قتل يعني، وليس فقط المحاصيل بل كذلك كل من يستهلك هذه المحاصيل. هذه التهم الثقيلة نتج عنها إقالة كل الأطقم العاملة في ميناء مومباسا، وأودت كذلك إلى فرار السفينة لتدخل المجال الدولي في أعالي المحيط الهندي. هذه في الحقيقة هذه السفينة يعني لم تعد بعد ذلك إلى كينيا مطلقا، لا هي ولا حمولتها. هذا يعني كان أشبه بداية لمقاطعة الفوسفات الذي يورده المغرب إلى كينيا. وهي في الحقيقة يعني هذه المخالفة هي التي أبانت تورط بعض حكام المقاطعات. أنا لا أقول بأنه هذه الحكومة الكينية، أولاً التقسيم الإداري والتنظيم الإداري في دولة كينيا يعطي صلاحيات واسعة كذلك للمقاطعات، وتورط بعض حكام المقاطعات إلى في التعامل مع المملكة المغربية في مسألة استيراد فوسفات الصحراء الغربية. ولكن كل ما كانوا في يعني في حاجة له هو إيضاح بأن هذه موارد الصحراء الغربية والتي يسرقها الاحتلال المغربي، وشأنها شأن المنتجات التي يرفض الاتحاد الأوروبي كذلك ضمها أو اعتبارها على أنها منتجات مغربية. طيب، شكرا جزيلا سيد سفير. إلى هنا أكون يعني قد أنهيت هذا اللقاء الذي تشرفنا باستضافة السفير باه المد، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى كينيا. إلى أن نلتقي مشاهدي الكرام في حلقة جديدة الأسبوع المقبل مع ضيف جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وعاشت الصحراء حرة مستقلة، وحرب التحرير تدمرها الجماهير. شكرا جزيلا. الشكر موصول. شكرا جزيلا.